صوته واختيار الرئيس المقبل للجزائر. الصور تسيرنا من مدرسة عمر حيدة بدال إبراهيم بالجزائر العاصمة لأداء الوزير الأول السيد نادير العرباوي لواجبه الانتخابي كما نتابع في هذه الصور المباشرة. نعم سيد أحمد، وكنا قد تحدثنا قبل قليل بأن التصويت هو حق ويتم بطريقة سرية وشخصية، وهذه هي العملية التي تتكرر تقريبا بالنسبة لكل المواطنين عند إدلائهم بصوتهم الانتخابي. إذن بعد رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بالحاجة والوزير الأول السيد نادير العرباوي يقوم بواجبه الانتخابي لاختيار رئيس جديد للجمهورية. نعم، والأكيد بأننا نتابع بأن كل الإمكانيات مسخرة سواء كانت بشرية أو تقنية. كنا نتحدث أستاذ عمار على هذه النقطة خاصة، وأظن بأن هذه الصور تؤكد ما كنت أقوله قبل قليل بأن يتم إدراج عنصر الشباب في تأطير هذه العملية الانتخابية، وهي النقطة التي أيضا التي تحدث عنها السيد رئيس السلطة سيد محمد شرفي. كيف ترى أستاذ أننا حتى الشباب ليس فقط في المشاركة السياسية أيضا بممارسة حق الدستوري كمواطن لانتخاب رئيس الجمهورية للفترة القادمة، وبما أن الفرصة أتيحت لي من خلالكم أدعو كافة المواطنين والمواطنات في الداخل وفي الخارج للإقبال على صناديق الاقتراع والمساهمة الواسعة والقوية لهذا في هذا الاستحقاق الانتخابي لما يمثل هذا الاستحقاق من أهمية، أولا في تعزيز المسار الديمقراطي في بلادنا العزيزة، وكذلك وأنتم تعلمون أن هذه الانتخابات تجري في ظل سياق إقليمي ودولي بالغ التوتر والاضطرابات، وقد يكون مرشح إلى التطور بمخاطره وبتداعياته، لكن أني على ثقة بأن الشعب الجزائري الأبي سوف يختار المرشح الأكثر استحقاقا لضمان استقرار وتقدم ومناعة الجزائر، في جزائر مزدهرة، في جزائر راقية، وفي جزائر منتصرة. أخيرا الواجب يقتضي مني كذلك توجيه الشكر ومشاعر العرفان إلى كل أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومسؤوليها كذلك على الجهود المبذولة وعلى الإجراءات الميسرة لتمكين كل المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي، وهي هيئة كما تعلمون مستقلة ومسؤولة حصريا عن تنظيم هذه الانتخابات، وهذا يعكس الخيار الاستراتيجي لرئيس الجمهورية والمكرس في الدستور. وشكراً.